حياكم الله. بدءا تتقدم بأجمل التهاني لشعبنا المسيحي دائرة السلطة لسكان العراق القدماء بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة، مبتهلين الله أن يمن على العراق وعلى كل العراقيين بالخير والسلام. ولهذه المناسبة خصصنا حلقة اليوم لمناقشة واقع مواطنينا مع المسيحيين بعد الظلم الفادح الذي تعرضوا له، خصوصا أيام الدواعش، وما الجديد بعد طرد الإرهاب والإرهابيين من مدنهم وقراهم أيضا ومناطقهم الحضرية والجباية، وأيضا ما يضمن الدستور العراقي التساوي بالحقوق والحريات بين جميع مكونات المجتمع، لكن هذا النص ما يطبق بشكل كامل بسبب الفساد والمحاصصة، وأيضا بسبب ضعف تطبيق القوانين ووجود الفصائل المسلحة وما تملكه من تأثير على الحكومة وعلى حتى الشارع العراقي. اليوم أيضا مع ضيوفنا حلقتنا اللي انتخبناهم باعتزاز وبثقة أنهم يمثلون صوت أهلهم الواضح والجريء، نريد أن نناقش معهم مرحلة ما بعد داعش وما قدمت الدولة لمناطقهم من أعمار ومن خدمات، لكن بعد هذا التقرير. ارتفعت أجراس الكنائس في العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية التي يسكنها المسيحيون ابتهاجاً بأعياد الميلاد المجيد وحلول السنة الميلادية الجديدة، السنة التي يبتهل العراقيون بكل طوائفهم أن تكون سنة سلام ومحبة ونماء. وإن كانت هذه الابتهالات يشوبها الحزن والتوجس لأن نداء الهجرة لم يزل مستمراً بسبب ما تعرضت له الأقليات في البلاد التي شهدت حروباً متواصلة لعقود من السنين. المتابع للشأن العراقي يلمس تزايد هجرة المسيحيين بعد الغزو الأمريكي واحتلال عام 2003، ثم تفاقمت هذه الهجرة خلال فترة النزاع الطائفي من عام 2006 إلى عام 2008، حين حصل استهداف مباشر للمسيحيين وكنائسهم في خضم موجة هجمات راح ضحيتها الآلاف. وبلغ الاستهداف ذروته في الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في عام 2010 الذي قتل فيه نحو 50 شخصا، وترافق مع تزايد التهديدات والخط وفرض الأتوات والتعرض للمسيحيين للقتل بدم بارد في بيوتهم. أما في عام 2014 وما بعده فحدث ولا حرج، بعد أن سيطرت دواعش على أجزاء واسعة من شمال العراق لا سيما الموصل ونينوى حيث يتركز الثقل المسيحي في البلاد، وتسببت ممارساته والترهيب الذي زرعه بموجة نزوح واسعة. قال عنها بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاردينال لويس رفائيل ساكو أن كثرا من المسيحيين هاجروا رغما عنهم لأن هذه أرضهم وهذا تاريخهم، ذهبوا بحثا عن مستقبل لأولادهم. ماذا بعد داعش وعن المستقبل المجهول؟ هذا السؤال الذي سنطرحه على ضيوف حلقتنا الليلة، ونحن نقدم لهم التهنئة من برنامج دائرة السلطة. شكرا الزميلة آيات على قراءة التقرير اللي قدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وأشار إلى صعوبة الحياة اللي أجبرت الكثير من أهلنا المسيحيين على الهجرة. وبحسب البطريرك ساكون هناك 1.5 مليون مسيحي حتى عام 2003، لكن اليوم عددهم ما يتجاوز 400,000 أو أقل. وهذا ما راح نناقشه مع الدكتور جيرالد بيداويد رئيس منظمة العالمية الخيرية من سويسرا، والأستاذ أحلام دانييل مديرة مركز التأهيل الأسري في أخوية المحب. لكن قبل أن نناقش الأسباب والنتائج أريد أن أنوه أن حق الرد مكفول والأرقام موجودة أسفل الشاشة للتواصل معنا. أبدأ بحواري مع الدكتور جيرالد، حياك الله. وبداية عيد ميلاد مجيد لإخواننا وأخواتنا المسيحيين، عاده الله على جميعهم بالخير والسلام، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. يعني ندعو إن شاء الله أن يرفع الوباء عن العراق والعالم أجمعين لتطمئن القلوب والنفوس وتعود مجتمعية. سيدتي الكريمة بارك الله بك وعلى هالتحليل الرائع والصريح اللي قدمتموه، والموضوع اللي يختلف عن معظم القنوات مع الأسف التافهة اللي أصحاب الدكاكين سووها، وأشكرك على كل ما قلتيه 100% صحيح، عدا
المسيحيين الموجودين بالعراق صدقيني مع كردستان ما بقوا أكثر من 200,000، وهذولا إذا أعطيتيهم أمان ودولة هجرة ما يبقى منهم 10%. إذن سؤالنا بالتقرير دكتور هو عدد المسيحيين قبل عام 2003 حسب تواصلك كباحث أيضا ورئيس منظمة، تعتقد موسم الهجرة ما زال قائم إلى حد الآن؟ يا ريت يلقون مكان، لأنه إحنا في لبنان عندنا حوالي 8,000-9,000 عائلة ينتظرون أمل الهجرة. في الأردن يمكن أكو 10,000-11,000 عائلة، نحكي عن المسيحيين من مختلف الطوائف. في تركيا أكو حوالي 6,000-7,000 عائلة، اللي قدروا يجون سباحة، واللي قدروا يجون تهريب، واللي قدروا يجون بواسطة المنظمات الدولية، اللي مع الأسف جابوا عدد هائل من الدواعش هنا، لأنه ذولا إجوا يكذبوا، حكوا سوالف اللي هم سووها، حكوا على أساس صارت عليهم وحصلوا لجوء، بينما المساكين اللي محتاجين اللجوء دا يقبعون في ظروف مزرية. كل المسيحيين اللي طلعوا من العراق، سيدتي الفاضلة، هذولا كان عنده بيت وحديقة وبها ورد جوري وبها ورد فل وعنده جيران وعنده عفوها، خير بيهم عيش في غرفة مع 6-7 أشخاص، حال الفناء. فهذولا اللي بقوا بالعراق يقول لك ما مسدود الطريق، بس ينفتح الطريق ما أعتقد يبقى. ليش؟ مدام لا أكو أمان، لا صارت أخلاق بالتعامل، لا أكو إعمار، لا أكو وظائف، لا أكو قانون. يعني شوفي أنتم في بغداد، راحوا هاجموا مكتب محاماة يدافع عن عقارات المسيحيين وشفناها كلتنا. فمع الأسف الحكومة العراقية حكومة كلام، كل شيء ما سوت وما تسوي. إذن هاجس الرحيل يلاحق المسيحيين في كل عالم. يعني اليوم ذكرت أنت 9,000 أو 8,000 في لبنان، الأردن 10,000، تركيا. طيب نعم، يعني نتكلم من أكثر المكونات الدينية مسالمة في بلاد ما بين النهرين، لكن أقل نصيب في إثارة الصراعات. يعني لو نتكلم، إذا نتكلم اليوم مسيحيين إحنا وإسلام، الصراعات السياسية والإدارية في العراق كانوا هم ضحايا. إذا نتكلم عن مسيحيين، إحنا عشنا زين. عمي الباتريارك بيداويد أكبر أخصائي فلسفة إسلامية بالعالم، كان يدرسها بثلاث جامعات زين، وهو اللي قدم الغزالي والحلاجي للعالم. كنا البيت الوحيد مسيحيين بالمنطقة. يجي رمضان نصوم رمضان، يجي عاشوراء إحنا نخوط الهريسة. أنا يمكن رايح فد 20 مرة للنجف شايل التابوت ونفتر بالحضرة على مود نروح ندفنه. ما كنا نعرف منو السني منو الشيعي منو المسيحي، لعنة الله على اللي جاب كل هالفروق من عملاء دول الجوار واللي خرب هالبلد الجميل اللي كان أجمل بلد بالعالم. صدقيني مدام كان أنا عمي في بيروت، ناس تروح لبيروت تقول مشكلة معاك، قاعدين ببغداد أكو أحلى من بغداد. كان هالنوادي وهالحفلات وهالتآخي. أنا 95% أصدقائي مسلمين، الله وكيل، استلمت أنا حوالي 400 تهنئة بالعيد، أقدر أقول لك 360 من مسلمين. صحيح. طيب دكتور إذا سمحت لي، عندي اتصال، يعني برنامج دائرة السلطة يستقبل اتصالات، بعض الاتصالات للتهنئة لكم وأيضا الاستفسار. أمير من الأنبار، أمير. طيب فصل أرجع للدكتور. دكتور اليوم مثل ما قلت أنت، إحنا التعايش السلمي، إذا نتكلم عن سنة وشيعة وغيرها، هذا جواب أيضا يقودني إلى سؤال أهم شيء ممكن أن يساعد بشكل علمي أو جدي تثبيت المتبقي من المسيحيين بالعراق. أنا راح أقول لك أكو حل واحد فقط لا غير. أما إذا بعض الرجال الديني تاجرون ويريد يظهر بالمتكئات ويعطي تصريحات الجهبوذية ماله، بعثا آخر، أنا من بيت ديني مدام، عندنا حاليا في عائلتنا 6 قسس اسمهم بيداويد، وعندنا راهبات، وعمي الباتريك روفائي بيداويد، وعمي الأخ توما بيداويد تام مطران. فقصدي من أحكي دا أعرف إيش دا أحكي وأعرف الخفايا. مدام إحنا سوينا مشروع هيئة عندنا جمعية اسمها حجاب للكفاءات، هذولا حوالي 200 واحد ما أقل من ماستر ما يقبلوا بها،
قعدنا 13 شهر من كان داعش وشفنا داعش بدا يعني يتضايق، سوينا مشروع عمل محافظه محافظه مرتبطه بالدوله العراقيه تحمى من جهه الناحيه العربيه بالجيش العراقي ومن ناحيه الاكراد بالبيشمركه، وكانوا موافقين. طيب خلي اتوقف عند المحافظه دكتور. نعم. حتى اخذ الاتصال. نعم. ابو محمد من بغداد. نعم. ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. نجمعين يا رب. على المسيحيين وعلى الاسلام. وطبعا معاناة المسيحيين مو جديدة ولا معاناة الاسلام جديدة. هاي مؤامرة صنعها الاحتلال الامريكي حتى يكون خلاف بين المسيح والمسلمين. احنا يعني المسيح والمسلمين متعايشين قبل الاف السنين. القضية مو يعني توها الخلاف. نعم. أشكرك أبو محمد. يعني سمعت دكتور. ما دام هذا كله هالشكل صدقيني إحنا كنا ما نعرف والله العظيم. أني بعد الاحتلال قمت أعرف هذا سني هذا شيعي هذا كردي هذا تركماني، ما كنا نعرفهم ما دام. يعني هل قد ما كنا عايشين عيشة يا محلاها في منطقة بغداد الجديدة، هم مو منطقة راقية تقولين عرصات الهندية ولا المنصور، لا لا، منطقة شعبية والبيت الوحيد مسيحيين كنا بالمنطقة بالشارع كله. فأرجع أقول مدام نرجع على شيء، خلينا نكون تريدون حل، الحل أني مسؤول عن حياتي وأسوي مشروع سويناه بجزء السياسي بالجزء الإداري بالجزء الأمني، يخلقون محافظة بسهل نينوى فقط للمسيحيين والأيزيديين لا غير، مو مثل جوي جماعتنا اخواننا الشبك الكل اللي متعايشين معاهم احتلوا 80% من مساحه برطله وشويه شويه. هاي موضوع الشبك هددون. موضوع الشبك راح نتوقف عليه طبعا، لان بالفعل اليوم الاسئله راودتنا من عودتهم من سهلين وغيرها، بس لكن خليني انتقل واسمح لي. نعم. الى السيده احلام دانيال مدير مركز التاهيل الاسري في اخويه المحبه، حياك الله في دائرة السلطة. يعني استمعنا إلى الدكتور ماذا يقول حول هاجس الرحيل بالنسبة للاحق المسيحيين في العراق، لكن بداية كل عام وأنت بخير. شكرا جزيلا عزيزتي، وأنت بألف خير، وأتمنى أنه يكون هذا العيد بداية سنة مباركة لكل العراقيين والعالم أجمع. نعم. أرحب بيك وأرحب بضيفك العزيز وأنا مسهلا بيك. نعم. اليوم بدنا نتكلم اجتياح العائلة المسيحية للنفسي الاجتماعي حتى يشعر بالتوازن بعد يعني الهزة القاسية اللي مرت بها الأقليات اللي موجودة كانت في سهل نينوى، منها في اغتصاب ممتلكاتهم، يعني نقول مقدمة سيئة لمرحلة ما بعد داعش في الموصل. استحنا. يعني أشوف عزيزي أنه الواقع اللي مر به العراقيين ومن ضمنهم العائلة المسيحية. واليوم رح نركز أكثر على العائلة المسيحية. العائلة المسيحية أكيد مرت بواقع مؤلم ومؤسف كثيراً. هذا الواقع ترتب أذى وجرح كبير في الداخل يعني. وهذا الجروح اللي تعيشها العائلة العراقية المسيحية أكيد هي بحاجة إلى متطلبات المفروض أنه تتحصر لها من أجل أنه تعيش في توازن نفسي واجتماعي واستقرار يساعدها على الثبات والبقاء متجذرة في الوطن. ومن هذه الاحتياجات طبعا اكيد انه الحاجه للامن والامان. الامن والامان بعده جوانب عديده. فانا بالنسبه للعراقيين كل بس خلي خص العائله المسيحيه اليوم. العائله المسيحيه تحس بحاجه للامان النفسي، الشعور بانه هي عائله اللي صار ممكن يتكرر مره اخرى، اللي صار ممكن انه يلقي بثقله على اطفال والشباب المسيحي مره اخرى، بحاجه انه تحس انه هي
قدرت تعبر هذه الأزمة بثقة وبتعلم من الماضي. نعم. بس طبعا هذا يحتاج إلى تسافر الجهود من الجميع في كل الجوانب. نعم. ست أحلام بحاجة أيضا إلى العائلة أن تحس ست أحلام إذا سمحت لي حتى أخذ الاتصال لا أتأخر على المواطنين. أبو محمد من بغداد. عفوا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم طبعا الاتصال انقطع. طبعا احنا يعني دائما نكرر ونقول بأن العراق مهما تمر به مصائب وضيم احنا نبقى أهل وأخوة وماكو فرق بين أي طائفة من الطوائف اللي موجودة بالعراق. وإن شاء الله هذا اللي حدث من 2004 ولحد هذه الساعة هذا طارئ بالعراق وهذا طارئ سينتهي إن شاء الله وترجع كلها المسيحي واليزيدي والصابي والمسلم وإن شاء الله أنتم أهلنا يعني المسيحيين. وأنا أشكر قناة التغيير طبعا على هاي التغطية الجيدة اللي دائما هي تفكر بالمواطن العراقي. المواطن يعني مهما كانت طائفته مهما كان انتمائه هي تكون مغطية الحدث. وبارك الله بكم. أشكرك ودائما أكرر وأقول العراق واحد وهذا طالع على العراق اللي مر به إن شاء الله وسينتهي والسلام عليكم. أشكرك أبو محمد وهذا واجبنا إحنا يعني إحنا كنا حتى لو تعددت القوميات والمذاهب احنا عراق واحد. ارجع للدكتور دكتور جيرالد يعني مثل ما استمعنا الى الست احلام اليوم يعني ثقه المسيحيين شبه معدومه بقدره الدوله على التحرك الى جانب مثل ما جنابك قلت والكل معروف تفشي الفساد غياب العداله الانتقاليه العجز في محاسبه مرتكبي الجرائم اللي تعرضوا عليها المسيحيين وحتى المسلمين. تفضل. أولا أشكر الست أحلام وأهنيها على التحليل الصحيح المنطقي وأفتخر أنه أخوية المحبة أسسها عمي المرحوم غبطة الباتريارك الدكتور رفائيل بيداويد بعد ما صار الحصار على العراق وأنا فخور أنه هذه الأخوية دا تكمل. بس حبيت أزيدك من الشعر بيت أنه 80 إلى 90% من إعمار اللي صار بالقرى المدمرة قامت به منظمات أجنبية والحكومة العراقية ما ساهمت أكثر من 10%. الله يرحم والدين المحافظ نجم الجبوري اللي عنده علاقات كان مع المسيحيين ويعرف إحنا شنو من الناس وقد مسالمين بدأ يعبد بعض الشوارع بدأ الحقيقة بس فلس واحد من بغداد ما شفنا لأنه دكاكين كل واحد من هذول الحبربشية يجي يقبض على دائبني وكل شيء ماكو. بس حتى تعرفون كان أكو حوالي 25,000 عائلة في سهل نينوى وبالموصل إلى 28,000 اللي رجع منهم حاليا هذه بعد ما عمروا له البيت ورتبوا له اياه ببلاش زين رجعوا حاليا مو أكثر من 7,000-8,000 عائلة. الباقي وين؟ موجودين في كردستان وما يريدون يرجعون. بس حاليا 180 أسرة مسيحية نازحة رجعت بعد يعني افتتاح الوقف الكنيسي كنيسة مار شموني. إي يعني شوفي يعني قصدي أنت لما تشوفين قرى كان بيها 120,000 نسمة حاليا ما بيها 50,000-40,000 نسمة وكلهم يريدون يطلعون يعني ماذا يشعرون بأمان. طيب غالبية المناطق بالموصل إذا مو كلها أصابها الدمار التخريب خصوصا نعم. الكنائس المراقد المهمة صارت 3 سنوات تقريبا على تحريرها من دواعش إيش قد تخلي نسبة خدمات اللي قدمتها الحكومة سواء المحلية أو المركزية لهاي المناطق بنى تحتية مساعدات مالية. المساعدات المالية ما أقدر أتكلم عنها لأن أعتقد كحال بقية الناس يمكن شبه معدومة. أما من إجا نجم الجبوري بصراحة أنا ما أعرف الشخص ولا شايفه بس هاليوم أنا والبارحة كنت مع اتصال مع القصص ومع مطارين ومع أخوان أساتذة جامعات ودكاترة موجودين دانطيش الواقع هاليوم والست أحلام يمكن تعرف معلومات أكثر مني. في الموصل لحد الآن رجعت 30 عائلة وهم إن دايقوها من جديد لأنه بالموصل أكو هواية بعد دواعش متخفي زين أكو 30 عائلة فقط في الموصل رجعت
وسالوا الما ما تريدون في قريه مثلا يعني قرى مثل كرمليس مثل قرقوش مثل حمدانيه مثل برطله مثل بطنايه مثل باقوفه مثل بطنايه بقول لك ما رجعوا حاليا اللي رجعوا ما يتجاوزون 30 الى 40% ما يتجاوزوا قسم القرى هذه اللي تحتك بالشبك مع الاسف يعني الناس دا تخاف نعم فده ما مدى يبقون طيب الحل الوحيد مدام خلق محافظة للصابئة واليزيديين والمسيحيين يكون احنا مسؤولين عن الامن الداخلي والاعمار مالها ينطونا بجت والله العظيم مدام احنا حكينا يعني مع شركات عالمية عتيدة تعاطفوا مع اللي صار من مايكروسوفت الى ابل الى شركة ميريو الى شركات عظيمة مستعدة تجي تبني مشاريع منتجة زين بس المن شلون طيب اذا ما تصير محافظه وهذه ابسط شيء شنو هي المحافظه اليوم اذا حلب صارت محافظه زاخو صارت محافظه ترتبط ببعضها بحزام امني ونكون احنا اكو نقطة طيب يعني. احنا اليوم خلينا نتوقف على هاي النقطه الاساسيه بدنا نتكلم عليها بس ارجع لست احلام ست احلام انت جنابك مديره مركز للتاهيل اريد ان اسال جنابك اكو منظمات دوليه او انسانيه وضعت خطط ملموسة يعني لتعزيز الروح الوطنية اللي حاولت داعش أيضا تهدمتها بقلوب كل العراقيين المسيحيين المسلمين أزيدين وغيرهم بالحقيقة بالنسبة لنا إحنا كأخوية محبة كأخوية محبة تهتم بالإنسان العراقي أينما كان كيفما كان بغض النظر عن دينه قرقة لونه وإحنا نعمل في كل هذه المناطق الساخنة واللي ضررت جراء داعش ونعمل من أجل أن نساعد الإنسان ونمكنه أن ينظر الألم والجرح العميق اللي صار ونحاول على استعادة النسيج العراقي نفسه بمعنى أن نحاول على استعادة الثقة بين أطياف الشعب العراقي بدون ما نفكر بفصل شريحة معينة في مكان معين في جانب معين وإنما نرجع مثل ما كنا شلون ما كنا عايشين كلنا سوا بدون خوف بدون شك بدون مخاوف هذا هو ما تسعى إلى أخوية المحبة وتحاول بجهد كبير إنه تغرسها في كل أنشطتها وفي كل برامجها نعم أرجع للدكتور والسؤال المهم اليوم الكل يحاول بطلب حماية دولية المسيحيين أو حتى نتكلم عن المسلمين لكن من الصعب أيضا أن تأتي قوات دولية وتنزل إلى الأرض يعني المسيحيين بالموصل بالبصرة بالناصرية بالعمارة في بغداد هاي اليوم الجماعات اللي نتكلم عليها أقليات أصبحت لكن بعد طرد داعش يخافون اليوم العودة إلى ديارهم بسبب وجود الفصائل الموجودة والشبك وغيرها صح 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 مدام أولا حب أقول لك إحنا حتى في طرحنا هذا وهذا كتاب مطبوع ووراه كان أكو 170 أكاديمي في ورشة عمل 3 أيام وضجنا التوصيات وقدمناه للمجموعة الأوروبية المشتركة كانوا مستعدين يساندونا أن نعمل محافظة إحنا ما نريد قوات دولية إحنا عراقيين بالوقت الحاضر نطلب إذا احتاجينا حماية دولية بس لخارج المنطقة مالتنا بس إحنا نريد نحمي نفسنا بنفسنا تحت ظل القانون والقوانين المعمول بها ونطبقها بس إحنا كمسيحيين أكد لك راح نطبقها 100% ومن الخارج ما نخلي واحد يدخل للمنطقة هذه الا اذا عنده فت حاجه وبعدين مدام اهم شيء الله يخليك بالقاطعيني اهم شيء هذه اللي راح تصير راح تصير عباره عن مغناطيس جاذب اني اعرف مئات العوائل احنا جمعيتنا تشتغل مع لبنان تشتغل مع تركيا تشتغل مع الاردن عدد كبير يقول خلي تصير هذه باكر نرجع اذا اكو مشاريع صغيرة ومشاريع متوسطة وحتى كبيرة تصير ونجيب شركات من برا إذا هذه راح تصير مغناطيس يجذب اللي طلع يقول لك علش قاعد هنا ماكو أمل راح يرجع راح يشتغل راح يعيش يعرف بعد 5 سنين أولاده راح يخلص الإعدادية بعد 4 سنين بنته تخلص الجامعة
فهذه هي الفكرة. أخ خلي نخلق، خلي تصير محافظة حتى الناس يقول لك ها نشوف الناس من تريد تشتغل باوع بالميزانية البسيطة بدنا نعطيهم شوف ايش سووا. هذه راح تصير. احنا ما عندنا مانع، اكو عندي اني قلت لك والله العظيم 95% من اصدقائي مسلمين. انا هذول اذا باكر يجي يسكن اقول لا تسكن عندي، بس اكو شروط معينه خليناها بحيث تكون هذه المحافظه مثل ما يقول بالانجليزي مستدامه وتنطي فرص عيش مستديمه. يعني مو يجي مثل ما يقول لا يعني هيدا احكي لك لما اكو قوه توقف مقابل قوه. احنا شفنا كم واحد بالقوش داعش ما قدر يدخل لان قاوموا. هذا لما يجي الداعشي او غير الداعشي او 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 بعض مع الاسف اللي باسم الحشد الشعبي، هذا لما يجي يكون اكو سلاح مقابله وما نخاف من عنده ومره مرتين يتعذى ويدخل سجن، راح يعرف انه اكو قانون بهذه المحافظه. طيب. هذا مع الاسف اذا ما ينخلق. اترك الكلام النظري وكلام مع الاسف بعض رجال الدين اللي يفضفضون ويتكلمون جهبوذيات فارغه. عدا هذا صدقيني من هالمئتين ألف أنا متوقع منها العشر سنين إذا بقى وضع العراق وراح يبقى لأن كله فساد 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 ما راح يبقى 20,000 واحد والتاريخ بيناتنا. طيب خليني أخذ اتصال إذا سمحت لي دكتور أبو أحمد. نعم. بن بغداد. أبو أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام. أختي العزيزة أكو شاعر يقول يقولون الزمان به فسدوا بل هم فسدوا وما فسد الزمان. في موقع قيادي يوم الايام بالعسكريه كنت ما اقرب يمي الا المسيحيين لاخلاصهم ولامانتهم وكنت ازورهم يزوروني. وبعد السقوط تعرضت الى محاوله اغتيال. والله العظيم يا اختي القريبين مني تبروا وبنادق ركض وراهم مسيحي بدون سلاح ولكن مسلحين نبيل اسمه نبيل جورج وليه هسه اذكره الله يذكره بالخير ذا بعد طيب. يركض وراء المسلحين اللي حاولوا يقتلوني والباقيين يتفرجون كانوا هيك اخلاص وطني عندهم. واحنا اهل قبل اللي دوار الدوله كلها عسكريه امنيه مدنيه. صح. والله ما نحب الا المسيحيين. تساليني انت شنو اقول لك عراقي ديانتك مسلم احب شعبي واحب بلدي هذا شعارنا كان. صحيح. ما نفرق بين واحد واخر. شريف والله ان شاء الله يحل ازمه الشعب العراقي وينطيهم كل الحيل والبركه والمحبه ان شاء الله. ان شاء الله. وماكو ضيق اذا ما صار وراء فرج. ان شاء الله. ان شاء الله. شريف. اشكرك ابو احمد. خلي ارجع لست احلام. ست احلام يعني تابعنا النقاشات حول التغيير الديموغرافي اللي حصلت في سهنينا وايضا سبل معالجه الاوضاع الاقتصاديه المترديه اللي تمر بها البلد. مطلوب نتقدم الجهات المختصة لمعالجة كل هاي الأزمات. ست أحلام سمعتيني؟ العفو قطعت يعني من خلال السيرفر. طيب. تابعنا النقاشات حول عمليات التغيير الديموغرافي اللي حصلت في سهل نينوى وسبل أيضا معالجتها الأوضاع الاقتصادية المتردية بالبلد. المطلوب اليوم شنو تقدم الجهات المختصة لمعالجة كل هاي الأزمات؟ يعني أنا بالنسبة لي أشوف إنه إحنا كوطن واحد مفروض إنه يكون أكو تعميق بالعلاقات أولاً، نشر الثقة بين إعادة النسيج العراقي ككتلة واحدة نشترك في مصير واحد وأرض واحدة وبنفس الوقت إنه نهتم بالكل بدون محنصصة. يعني الشباب المسيحي شاباتنا الآن بدون فرص عمل، ماكو أي فرصة عمل ببساطة لأنهم مستقلين. فنحتاج أيضا يعني هذا جانب من الجوانب حتى إنه الشاب العراقي الشاب العراقي يصير عندها أمل بالعراق وتبقى وتثبت إنه لازم يكون أكو فرص عمل. إحنا عندنا حملة شهادات كثيرين لكنهم بدون فرصة عمل، ماكو عمل. وبنفس الوقت إذا كان حملة الشهادات الموجودين ما عندهم فرصة عمل وحايرين بروحهم، كيف ما الناس اللي هم الشباب الآخرين الشباب اللي ما عندهم شهادات، دول شو راح يعيشون؟ فطبعا هذا يعني أنا أعتقد أن الدولة إنه وهذه أتصور مشكلة عامة، هي مو بس مشكلة الشاب والشابة المسيحية، هي مشكلة عامة. فأنا أشوف إنه توفير فرص عمل
لهذه الشريحة، خلق مشاريع ممكن تكون لقطاع خاص، ممكن تكون لقطاع مختلط، ممكن تكون للدولة إنتاجية، بها نقدر نشرك العديد من الشباب اللي خلينا نقول عندهم شهادات أو ما عندهم شهادات بمختلف درجاتهم التحصيلية في هذه المشاريع تساعدهم. ممكن تكون أكو مشاريع قروض صغيرة أو قروض كبيرة، تبدي قروض صغيرة أو كبيرة على هذه الناس حتى من أجل إنه تعيش. بس أنا بالنسبة لي الشيء المهم اللي أريد أوصله إنه، وهذا رأيي الشخصي، قد أختلف مع الدكتور اللي يعني أحترم رأيه جدا جدا جدا، بس قد أختلف من عنده. أنا أشعر إنه ما ممكن العراقية تكون يعني الشخص المسيحيين يعيشون مسيحيتهم بدون ما نكون مع الآخرين. يعني إحنا طول حياتي خلقنا على أرض واحدة، كنا سوا يعني كعراقيين، وعشنا عراقيتنا وكان طيب كثير طيب يعني، وعندنا ذكريات كثير جميلة. الأخ اللي اتصل قبل فترة قبل لحظات يعني يعني يأكد هذه المواقف. طبعا هذه الشكوك اللي صارت بين الأطياف وبين النسيج الاجتماعي أنا أعتبره هو رد فعل طبيعي لحدث غير طبيعي، نحتاج فترة من الزمن من أجل أن نعبر. بس لازم اللي أنا برأيي همنا لازم يكون كل شيء إنه مثل ما الكنيسة في العراق تعمل من أجل إنه توعي الرعية إنه لازم يكون فوق الحدث، لازم نسمع الحدث، لازم إنه نفصح نخبر نميز من هم العدو، منع من الكل، لازم نفتح قلبنا للكل، ما نكون منغلقين، وبنفس الوقت إنه مثل ما تعلمنا إنه خدمات ما لازم تكون الاجتماعية. ست أحلام أنا أشكرك طبعاً. أنا أتمنى من الجهات الأخرى أيضاً إنه إذا كانت حكومية أو غير حكومية تعمل بنفس الاتجاه. نعم. كل نتمنى انه حماية المسيحيين هو دون الرحيل الى خارج موطنهم. سيدة احلام دانيال مديرة مركز التأهيل الأسري في اخوية المحبة، شكرا جزيلا لك. وعندي اتصال ابو عماد من بغداد. ابو عماد ابو عماد اذا عليكم. وعليكم السلام. نصيل التلفزيون حتى نقدر نسمعك زين. يعني ممنونة. شلون الحوار؟ الحمد لله انتم بخير ان شاء الله. الله يبارك فيك خيتي. يعني بالنسبه للعراقيين بخير الحمد لله. احنا بالنسبه للعراقيين بكل الاحوال وكل الازمان الاضطهاد موجود حقيقه يعني. صحيح. مره الشيعه مضطهدين، مره السنه مضطهدين، مره المسيح، يعني مع الاسف ما ادري شنو الموضوع. علينا دعوه نبي يقولون قبل انا سامع، ما ادري الموضوع هذا حقيقي لا والله ما اعرف. فالحقيقه احنا مو بس المسيحيين يردون راحه يردون استقرار يردون، والله كل الشعب العراقي الله وفيك. صحيح. واني ويا هذا الولد المسيحي اللي خبر ايش قال ليش احنا والله يا ريت يخلونا محافظه نحفظ نفسنا بنفسنا ومسؤوليننا من عندنا ونعرف الغريب اللي طبع لنا منه واللي والله هذا حق مشروع أنا وياه. يعني الإنسان شو وقت ترتاح إلى متى؟ يعني إحنا العراقيين خلصنا تعب بضيم بحروب بمعاشي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مو بس المسيح والله كل الكل. صحيح الكل. أشكرك أشكرك أبو عماد. دكتور يعني استمعت، خليني والله ما دام بس خليني أحيي أبو محمد وأبو أحمد وأبو عماد، هذول العراقيين الأشراف الأوادم اللي يحطون على الرأس والعين، وأصدقائي كلهم المسلمين هذا الطرح مالهم اللي هم دا يحشوا. وتفضلي كملي سامحيني مدام. لا عفوا يعني أستاذ، اليوم إذا نتكلم عن هذه الرؤية كل الشعب العراقي. نعم. يريد له محافظات. نعم. يريد له أيضا كل واحد منطقته، يقول لك أنا أريد سني، أنا أريد شيعي، أنا أريد مسيحي، بس هذا لازم مجلس الأمن يقعد يفرض على الحكومات المحلية
لا مدام، أنا ما أتفق معاك، سامحيني مدام، ما أتفق معاك. إحنا هذه المحافظة اللي حكينا عليها ما سهل نينوى هي عبارة عن 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 شلون تريدين تقولين، عبارة عن عن تجربة حضارية صناعية وتطمين للمسيحيين اللي برا يرجعون واللي كانوا مناطقهم يرجعون إلها. هذه هو السبب الرئيسي. بعدين نجيب استثمارات خارجية ونسويها محافظة ألمانية 100%. الست أحلام مع احترامي لحضرتها تشتغل في كاريتاس، وكاريتاس ممولة من الكنيسة الكاثوليكية، وجهة نظرها وجهة دينية صرفة. مع الأسف بعض رجال الدين خربوا هذا المشروع بالجهبوذيات والكلام. احنا مو ضد المسيح يعيش في البصرة وفي بغداد وفي الموصل وفي الدليم، في انا عندي اصدقاء بكل مكان اروح اعيش. انا ولادة البصرة مدام على فكرة، ولو احنا اصلنا من الموصل بس انا ولادة البصرة. يعني قلت لك اياها، يعني هاي الصورة اليوم ده تضعها انت كسهل نينوى واللي اشرت عليها. فاني ضد انه سنستان وشيعستان، وهذه مشاريع صهيونية قذرة. وده مع الاسف دول قسم من دول الجوار ده تعاون عليه. انا عراقي، واحنا ما احنا ماذا نطلب شيء يا جماعة؟ سويتوا هذه حلبشة، سويتوها مع انت شايفة حلبشة. انا كنت بيه قبل سنتين ونص زاخو، احنا اصلنا عندنا حاليا 10 بيوت 15 بيت بزاخو، هذه محافظة. وهذا كله سهل نينوى العظيم اللي كان به حوالي 300-400 ألف مسيحي وبي 200-300 ألف يزيدي، هذا ما يستحق محافظة؟ احنا ما دري شيء يا جماعة، خلوها هذه تجربة حتى بلكت بقية المحافظات تمشي عليها. ما نجيب مجلس محافظات ومستشارين وهالحرامية. ما محافظ يكون عنده سلطات قوية يحاط بمستشارين، اللي يستلم التربية دكتوراه عنده بالتربية، اللي يستلم الانفراستراكشر عنده دكتوراه بالانفراستراكشر، اللي يستلم التصنيع عنده دكتوراه، والحسابات تراقب من قبل هيئة حسابات عالمية. نجيب ارنست يونغ. احنا نريد نسوي شيء حضاري. شوفي احنا وين كنا وين صرنا، شوفي دبي والامارات وين كانوا. واني بال62 قرايبي راحوا يسوون حمله تلقيح، ما عندهم تلقيح كان هناك. واحنا شوفي وين صرنا بهالشعارات الدينيه الزائفه، التجار الدين والفضائيات والكلاوات والتجهيل المتعمد. احنا نعطونا فرصه نسوي محافظه علمانيه بها خصوصيه للمسيحيين والايزيدين والصابئه، وخلونا نشتغل يا اخي. خلي راويكم ايش تقدر نسوي. طيب خلي نشرك ايضا، عندنا ضيف ثاني، بس خلي اخذ اتصال من كربلاء. قاسم. نعم تفضل قاسم. السلام عليكم اختي العزيزه. وعليكم السلام. اختي انا قدمت مناشده المعالي رئيس الوزراء، اريدت مقابله وياه ولو ربع ساعه. عندي مشكله عويصه من سنه 96، من 1996، من زمن صدام زين ولحد هسه. اريد مش واحد يحل مشكلتي معك. وقدمت مقابله المعالي مكافحه الارهاب على اساس اشرح له وضعيتي واسولف وياه. وصلت يم المكتب ماله قاسم، قالوا راح نسوي لك مطالعه على اساس تقابله يشوف مشكلتك شنو. وهذا صار لي شهر يا اختي العزيزه، اركض منها وارد منها كل قبض ماكو. طيب قاسم زين ادعب تصل عليه وما حد يرد علي. قاسم والله العلي العظيم ما هي مقابل، يمكن تقريبا 50-60 مكالمه اليوم من الاستخبارات مال معالي مكافحه الارهاب، وماك ما حد يرد علي، كله مشغول لو ما شو اسمه ما حد يرد ابد، كله اتصل ما حد يرد علي. قاسم تسمعني قاسم وطرحت المشكله مالتي زين، قالوا احنا راح نسوي لك مطالعه يم معالي مكافحه الارهاب يم المعالي مال القائد. ومن ذاك اليوم الى اليوم هسيتني قاسم تسمعني قاسم تسمعني صار لي شهر الله شاهد ورسول. قاسم تسمعني قاسم. طيب تتمنى اخذ تليفونك حتى نتصل واشوف شنو مشكلتك. عضو مجلس النواب عراقي للدوره الثانيه وباحث في الشان المسيحي الاستاذ خالص سطيف موجود ويانا حاليا. اي نعم حياك الله في دائره السلطه. استاذ خالص تسمعني؟ اهلا وسهلا يا مرحبا يا هلا هلا بك. يعني اليوم بدنا نتكلم اول شيء بالبدايه كل عام وانتم بخير وعيد مجيد عليكم. اي نعم
اليوم حماية المسيحيين والعودة إلى ديارهم، لكن لو نتكلم إلى بعض النواب المسيحيين اليوم في مجلس النواب قد أخفقوا في تثبيت حقوق المسيحيين من عام 2015، توافق هذا الرأي؟ وهم وافقوا على النصوص المجحفة. مرحبا يا هلا. إيه نعم. تفضل. أستاذ خالص سمعت سؤالي؟ شباب الصوت؟ أهلا وسهلا يا مرحبا يا هلا. صوتي واضح؟ إيه نعم. سمعت سؤالي أستاذ خالص لو أعيد لك إياه. شباب طيب اكو مشكله بالاتصال، خلي ارجع للدكتور. دكتور كان السؤال موجه الى الاستاذ خالص، تتمنون انتم اقليات تتمنون ايضا كمحافظه علمانيه هاي بالدرجه الاولى، لكن اليوم طبعاً كاعضاء طبعاً في مجلس النواب اخفقوا من عام 2005 الى حد الان بنصوص مجحفه متناقضه بانتماءاتهم معتقداتهم. مدام أنا أعرف نائب واحد منهم وكان معي زميل بالدراسة من كنا بالجامعة مهندس ينادم كنا عمره كله كان دائما يدافع عن حقوق الناس وحقوق المسيحيين وإنسان علماني. طرحت عليه نفس السؤال، قال لي أخويا العزيز هذا قاعدين ببيته احنا قاعدة نتعشى سوا بآخر زيارة إلى بغداد، قال لي انت ايش تحشي قاعدين ثلاث ارباع البرلمان او اذا مو نصه خلي يقول كلها شهادات مزوره وجايبين ما ادري منين ومن تحكي حكايه يريد يقوم ياكلك، يقول وبقيه النواب المسيحيين قاعدين ساكتين ومطنشين وكانما الشغله مو يمهم بس دا يعد ايام وياخذ راتب، يعني تمثيل حاولت فقط للتمثيل والتباهي. ما دام هذا يعني الرجل قال اقول لهم يا جماعه ها لا حقك، يقول يصير التصويت يصير، يقول اللي يرفع ايده والما يرفع ايده نفس الشيء، يقول احنا مع الاسف يعني ماكو فد يقول القانون ده يطبق بشكل انتقائي. وبعدين اسالي انا هسه والله عيب اجيب اسمائهم، اعرف وزراء وسفراء بالخارج عراقيين يقول لي يا اخي حكومه ماكو ما نعرف من راس من يعني جوي عندنا مع الاسف يعني مثل ما يقول ما ادري منين يعني قالها هذا الشابندر ذاك اليوم دز لي واحد شخص استاذ جامعي صاحبي يقول احنا جينا عباره عن عصابه ما تفليش فلش البلد من 2003 لحد الان دم فلش البلد، قال احنا جينا لهالشغل يعني هذا واحد شاف قال له زين واذا باكر صار انقلاب قال يلا يا ريت قال هاي راح يسجنونه وعلى الاقل قال ولا ما راح يصير قال باكر الانتخابات يعني نعم دكتور. بس احكي لك على الانتخابات يعني دكتور انا ما عندي وقت وايضا الوقت داهمني. انا اشكرك دكتور جيرالد بيدويد رئيس منظمه مؤسسه البطرياك العالميه الخيريه، واشكر ايضا الست احلام دانيال مدير مركز التاهيل الاسري في اخويه المحبه، شكرا جزيلا لكم وعيد ميلاد مجيد عليكم. خلي نتجه الى الهدف. المظفر النواب يقول يا وطني المعروضة كنجمة صبح في السوق، مرة أخرى على شباكنا نبكي ولا شيء سوى الريح وحبات من الثلج على القلب وحزن مثل أسواق العراق. ويسألني منو أنت؟ استحيت أقول له قاومت الاحتلال فشردني وطني. في أمان الله.